بيبقى في موضوع كده لما تيجي تسمعه بيبقى موضوع يعني نشاز شوية عن طبيعة البشر. لما تيجي تسمع مشكلة ندى الله يرحمها ومشكلة نيرهان اللي موجودة حاليا اللي تسببت في ضرب وسحل ندى في الشارع لمدة 4 كيلو ونص، تقعد تستغرب هو في حد بيعمل كده؟ هو في حد فعلا ممكن يضرب حد وبعربيته ويسحله مسافة 4 كيلو ونص ان هو خايف يقف او مش قادر يقف يسعف البني ادم اللي متعلق في عربيته وياخده وديه مستشفى؟ ده احنا اوقات بنشوف ناس من باب الشهامة ومن باب الاصول ومن باب الانسانية بيبقى هو اصلا مش يعني مش في الحادثة ولا له علاقة بالموضوع، ومعدي بعربيته يلاقي واحدة ست كبيرة مسنة ياخدها في عربيته ووصلها، يلاقي هي دي الشهامة اللي معروفة بيها المصريين، يلاقي لا قدر الله عمل حادثة ما يسيبش الراجل اللي عمل حادثة وياخد بعضه بالعربية ويمشي، لا ده بياخده ويوديه المستشفى وبيصرف عليه وشوف طلباته ايه كاملة مكملة الى ان يقول له المريض او اهل المريض روح اتوكل على الله وخلاص الموضوع انتهى عشان انت قدرتنا بس وبقيت موجود معانا. لكن بقى في قاعة ندى الموضوع يعني منعكس تماما وموضوع غريب جدا، تفاجئ ان تتسحب ندى وتتسحب 4 كيلو ونص وحتى العزا محدش يجي يعزي اهلها، مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد بيعمل كده، معلش ايا كان مفيش حد. اولا يا جماعه النهارده في مصر مفيش حاجه حد اسمها حاجه كبير، النهارده الدوله المصريه بمؤسساتها بالقوات المسلحه موجوده فيها النهارده ما بتجاملش حد ولا بتخلي حد، يمكن شفنا في قضيه الفورمنت مثل كبير جدا لناس كبيره جدا ومفيش حد اتساب واتجابت الناس من بره، ورغم كان في تشكيك في الدوله وان مش هيتساب مش هيتجابوا اصل دول سافروا بره، ولكن جم وبقوا موجودين وبيتحاكموا حاليا دلوقتي. ابن المستشار اللي قعد عمل بعربيته وقعد يشتم الناس اتجاب والنهارده موجود فين؟ فيا جماعه النهارده الوضع ما بقاش يسمح بالكلام ده، والناس اللي مفكره ان هي هتموت خلق الله ومحدش يدور عليها، لا اسمح لي يعني. أليس عندكم شفقة ورحمة بأهل المتوفية؟ أليس عندكم ما يحرك ساكنة قلوبكم تذهبوا للناس دي وحتى تقدموا لهم واجب العزاء؟ يعني واسوهم، صبروهم، روحوا لهم. شوفوا مشكلة كبيرة جدا يا جماعة ولازم كلنا نسلط عليها الضوء، ولازم احنا كمان يبقى لنا دور في الوقوف مع ندى الله يرحمها وأسرتها ان شاء الله باذن الله رب العالمين. واطلب من حضراتكم الرحمه والدعاء لندى. اسمع مع حضراتكم الفيديو الخاص باخت ندى ووالده ندى، ان شاء الله باذن الله اسيبكم ومنتظر تعليقاتكم بعد سماع الفيديو الخاص بوالده ندى وندى، واشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل الناس شافتني وعرفتني دلوقتي وعرفت ان انا ام ندى اسامه. مش عارفة يعني الواحد تعب من كتر ان هو يتكلم، كل مرة بتكلم فيها قلبي بيوجعني، قلبي بيوجعني اكتر. عمري ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان ندى بنتي تموت الموت دي، صعبان عليا ووجع قلبي اوي. ندى مش عارفة اتكلم على ندى بنتي ولا ندى الزينة ولا ندى الطالبة الجامعية ولا ندى الاخت لاخواتها ولا ندى اللي مع اصحابها مع اهلها مع صحابات اخواتها. ندى كانت مصاحبة اللي في سنها ولا اصغر منها ولا اكبر منها. ندى كانت حابة الحياة. الحادثة حصلت ازاي؟ الحادثة حصلت قالوا لي الاول ان هي وهي كانت عند اختها في مدينة نصر، وقالوا من يوم السبت اللي كان قبل الحادثة. الحادثة حصلت الجمعة بعد الصلاة، وبعدين اتصلوا على اخواتي وقالوا لهم ده تيجوا تاخدوا وروحوا والدتها البيت علشان ده احنا رايحين نجيبها عاملة حادثة وشوية كسرات وكده وهتيجي. بعدين مجرد بس ما عرفت انها متكسرة بس او حاجة زي كده، انا عمري ما كان بيغمى عليا او كنت بدوخ او اي حاجة من ديت،
بس قلبي وجعني قوي، دوخت وقعت في الارض. فطبعا اخواتي وولاد عمي كلهم خافوا عليا، لان مسافة بس ما عرفت انها يعني انها متكسرة وفي حادثة يحصل لي كده، فخافوا عليا يقولوا لي الخبر انها توفت على طول. بس يعني انا كنت بطلب يا ريت ده ما يتعادش تاني، يا رب ولا اي ام تشوف اللي انا شوفته. طبعا في امهات كتيرة قوي ولادها ماتوا على الطرق، ربنا يصبرهم يا رب. وبطلب من كل ام، لان الام اكتر واحدة بتتوجع عن الاب، والاب بيتوجع بس الام لا، الام القلب شافهم قبل ما تشوفهم عينيها. بطلب من كل ام تشوفني وتسمعني ان تدعي الندى وتدعي لكل اللي ماتوا على الطرق بالرحمة والمغفرة والفردوس الاعلى، ربنا يسكنهم يا رب الفردوس الاعلى. انا راضية عن ندى بنتي الحمد لله، راضية عليها مسامحاها، ما عملش فيه حاجة وحشة لا فيا ولا في أبوها ولا في أخواتها. تطلبي ايه؟ بطلب أنا الأول ما كنتش بطلب حاجة، بس من ساعة ما الحلقة اتعرضت امبارح على قناة المحور وشفت الفيديو متعرض قدام عينيا فجأة، وأنا مش قادرة أحوشها والله وافية يا ندى ما تعديش. بس كانت اتدفنت بقالها 10 أيام، الفيديو انساه فجأة، ما اقدرش اقول الحاله اللي كنت فيها ساعتها انا واخواتها. انا ما نمتش طول الليل بعد ما شفت الفيديو، والفيديو عمال يجي قدام عينيا كل شويه. انا لسه قايمه من السرير دلوقتي عشان اسجل الفيديو ده، انا ما كنتش عايزه اتكلم ولا كنت عايزه اقول حاجه. بس انا بطلب من كل ام ومن كل اب ومن كل اخت لها بنوته في سن انها تدعي لها. ندى اتسحلت قد ايه؟ ندى اتسحلت قالوا لي 4 كيلو، ده يرضي مين؟ بس مجرد ما شفت خبطتها من العربية ما استحملتش. امال بقى لما تمشي بقى 4 كيلو؟ كانت عارفة انها معاها؟ ناس كتير قبل احنا شفناها وهي جراب العربية، وقعدنا نزمر لها ودي كانت سنة عشان تقف مرضيش تقف، مشي بيها ده كله. وقعدنا ده في ملف عشان تمشي بسرعة، وقعتها في ملف. اتسطروا على الجريمة؟ قالوا لي ان هم راحوا يغيروا ازاز العربية ويبلغوا ان هي كانت مسروقة يوم الحادثة الساعة 8 الصبح. ندى بنتي حتة من قلبي من جوه، انا مش عارفه اكمل بقيه حياتي ازاي. ان كانوا كام سنه يعدوا لحد ما اروح لها ما اعرفش يعيشوا ازاي. اخوها جاني بالليل شاف الفيديو عند صاحبتها بيقول لي انا عايزنا يا ماما، انا ده فين هاتي لي ماما. قوات الصغيرين تقول لهم ندى عند ربنا احنا هنبقى نروح لها. انا مش عارفه، ما اقدرش اتخيل ان واحده زي دي شايفها وجراها من المسافه دي كلها، ازاي تروح وتتصل بباباها ويقول لها روحي اقعدي في نادي الشمس. اللي انا خايفه منه انهم يلعبوا في القضيه، اللي انا خايفه منه انهم يضيعوا حقنا، اللي انا خايفه منه ان بقى بيشتغل في شركه بترول او ماسك منصب عالي، ان هو يعرف حد كبير انهم ياكلوا القضيه. نفسي ربنا يرزقني بقاضي عادل يكون كويس، وكلها النيابة ربنا يبارك لهم يا رب. قالوا دي ندى أختنا واحنا لازم نجيب لها حقها، مش هسيب حقها دي. بس مش قادرة أقول أي حاجة تاني.